اهلا وسهلا بكم في الجزء الاخير من حلقتنا. لازلنا نتحدث عن المحاكمه، محاكمه الحامد القحطاني، ضيوفي الاعزاء الاستاذ عقل الباهلي وايضا الشيخ الدكتور حمود الناجم، وايضا معي يحيى الشهراني وهو المحكم بوزاره العدل. ينضم لي الان الاستاذ عبد الله النعمي. استاذ عبد الله، لماذا قلت قد اكتشفت بعد حين انني احطب في حبل اعدائي كما ذكر لنا الشيخ حمود في بدايه النقاش؟ طبعا انت لست من ضمن الجمعيه ولكنك في الاثنينيه ويعني داعم للافكار منشور في جريده الحياه. نعم، ومنشور في جريده الحياه. تفضل علق استاذ عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله، احيي ضيوفك كارم. الحقيقه ان نسب الي ما لم ادعيه وما لم تدعيه حسب. انا صحيح انني كنت اعتبر نفسي عضو مع في حسم وتفاعلت معهم لسنوات على هذا الاساس، ولكن كان الواقع ان الجميع اعتبرني فقط من دعاة الدستور. لذلك انا واحتراما لنفسي ابتعدت عن حسم من دعاة سيدي من قرابه 14 شهر تقريبا. كتبت في تعريف نفسي في البايو في تويتر بانني اصلاحي مستقل. هذا يعني أنني لا أرتبط بأي منظمة أو جمعية حسم أو غيرها، أقف على بعد خطوة من الجميع. صحيح أنني أتعاطف مع حسم، وصحيح كان لي ترتيب معين للعودة لها، لكن قدر الله ما شاء فعل. ما الذي رأيت؟ أنا لم أنشق عن حسم، ولم يكن البيان موجها لحسم. يا أستاذ عبد الله، بس عشان الوقت، أنت تقول لم تنشق، وبعدين تقول أنك بإصلاحي مستقل وتقف على خطوة واحدة من الجميع. هذه صارت يعني صارت يعني لغز هذه. الآن أنت ليس لغز، أنا أقول لست من ضمن لحسم ولا لغير حسم. ما هي الأشياء، ما هي الملاحظات، الأشياء التي جعلتك تبتعد عن حسم؟ ملاحظاتي مع حسم ملاحظات شخصية ليس لها علاقة أبدا بالبيان، لن أذكرها، هي أمور شخصية تخصني أنا شخصي. يا سيدي الآن أنت الآن الرأي العام محتاج لشهادتك. عندما تدعم حسم ثم تبتعد، أكيد في ملاحظات ربما مهمة تهم الرأي العام، تهم الناس، تهم الدولة، نريد أن نعرفها. مهما كانت أنا لا أستطيع أن أبوح بها لأنها شخصية تخصني أنا، تخص مزاجي. لكن بالنسبة للبيان ليس له أي علاقة بحسم من قريب أو بعيد، ولم أذكرها. أنا لا أعرف كيف ربط بين حسم وبين البيان. طيب بسألك سؤال آخر. نعتبرها أنها يعني ليست نقص احترافية، ولكنها نقص شديد في النزاهة والأمانة الصحفية. نعم، تسمح لي سؤال. لها عموم الصحف ثانية أشرت، احنا اليوم خلينا قدام الناس، قدام الشعب تتكلم. تفضل الشيخ حمود. دكتور عبد الله، اللي نشر في جريدة الحياة يعني شيخ حمود. نعم، اللي نشر في جريدة الحياة، أنت يعني ترى أنه يعني لا يتفق يعني مع ما انتهيت إليه أنت؟ أنا حقيقة لم أطلع عليه، ولكني رأيت كثير من المقالات والصحف. نعم. وتورط أشخاص يعني حقيقة أنا أعرف أن عندهم حيادية ونزاهة وعندهم احترام لما يكتبون ولما يطرحون، تورطوا في هذا الأمر وربطوا بيني وبين يعني ربطوا بين بياني وبين حسم، ربطوا بيني كشخص وبين ما حدث لحسم من أحكام أسأل الله أن يعينهم عليها. هذا يعني ليس صحيح. طيب ابدا، انا لم اطلع على مقال الحياه. نعم، هو كتب عنك وطالما يعني المفروض كان تطلع عليه حتى ما نتهم الناس او انك ترد عليه. عموما بسالك سؤال اخير، هذا الحكم اللي صدر انت تشوفه حكم عادل ام انه ظالم؟ يا سيدي، المتهم بريء حتى تثبت ادانته، والحكم اذا صدر فهذا يعني من قلة العقل أن نناقشها أو نقول آراءنا. خلاص، هو حكم وصدر وأصبح معلق قابل يعني للسنة، الأحكام معلقة عند الله تبارك وتعالى. أنا كشخص متعاطف مع هؤلاء الأشخاص أتمنى أنه كان أخف من كذا، أتمنى أنه لم يحدث حكم، لأنني أتوقع ومتأكد أنهم لم يفعلوا ما يوجب هذا الحكم القوي القاضي. طيب شكرا لك أستاذ عبد الله النعمي، عشان الوقت والله بكون أعطيك فرصة، بس نحن وصلنا النهاية. أنت كنت تبغى تسأل سؤال قبل الفاصل أو تبغى تعلق؟ تفضل. لا، أولا أنا يعني الدكتور النعمي الحقيقة يعني أثار لغط كثير، وأنا اليوم الحقيقة يعني أشكره على الأقل على هالروح، لكني يعني أتمنى على الأقل في الفترة القادمة
أن يصدر بيان توضيحي بتفصيلي عما جرى حتى يعني يكونون الناس في بعلم، لأنه وكثير مما كتب يعني أنا لا أستبعد ما يقوله. عشان الصحافة سواء نختلف معهم أو أتفق، لا يعقل اليوم أنت موجود يعني أمام الرأي العام ويكتب عنك شيء وبعدين تتهم الصحفيين انه ما كانوا حياديين ولفقوا وغيروا، وبعدين نسالك ما الذي لفقوا وغيروا يقول لك لم اطلع عليه، يعني هذا غير منطقي. كنت اتمنى الدكتور عبد الله النعمي حقيقه بما انه اتيحت له هذه الفرصه وعلى الهواء مباشره ان يعني يوضح كثير من الاشياء والامور التي يثور حولها تساؤل، خاصه انه جاء اسمه نصا، يعني ليس مثلا يعني ايحاء، بل جاء اسمه نصا وجاء التعليق واضح والمنشور في جريدة الحياة وفي الصفحة الأولى وأيضا تفصيل يعني إخباري وفيه أقوال نسبت إليه. أنا حقيقة أتمنى أنه يوضح يعني ويجلي هذه الحقيقة مثل ما ذكرت أنت لنا، أولا أمانة للرأي العام، وثانيا ديانة فيما يتعلق بهذه الجمعية، وثالثا أيضا يعني براءة لذمته أيضا، يعني حتى لا يسند إليه قول لم يقل.